عندنا التمرين رقم 7 2x ناقص x تكعيب dx. هاي 2x تصير 2x تربيع على 2، عندك ال 2 ويا 2 يختصر ناقص x اس 3 اضيف له 1 يصير x اس 4 على 4 زائد ثابت تكامل c. اذا هذا هو نتيجة تكامل السؤال رقم 7. نجي على السؤال رقم 8، اهم سؤال تقريبا مشابه للسؤال رقم 7. انت x تكعيب يصير x اس 4 على 4، ضيف 1 وقسم على اس الجديد، هنا ناقص 4. انت عندك ال x اس 1 يصير x تربيع على 2، طبعا راح تختصر هذا الجواب يطلع 2 زائد ال 2، بس خلي له x، بس خلي له x 2x. ليش اخلي له x؟ لان انا عندي dx يعني تكامل بالنسبه لx، مشتقة 2x هو 2، اذا كل ثابت بس خلي له x زائد ثابت تكامل c. يعني الجواب راح يكون x 4 على 4، خلينا نعزل هذا السؤال، سالب هنا هذا عندك اشاره سالبه، ناقص او تقول بكيفك 2x تربيع زائد 2x زائد c. ننتقل الى السؤال السابع، شويه بيه شغل هذا السؤال. دائما انت من تشوف جذر او تشوف كسر، انت تخلص لي من الجذر وتخلص لي من الكسر. فشلون اتخلص من جذر اكس؟ احنا فهمناكم ذاك الدرس، من شرحنا لكم شلون تخلصون من الجذر، قلنا هذا واحد، هنا اثنين ما ينكتب، فراح اكتب اكس اس نصف زائد واحد على اثنين تنكتب عادي. عندك جذر اكس هو اكس اس نصف، بس لانه صاير بالمقام، هذا الجذر بالمقام، فراح تكتب اكس السالب نصف دي اكس. تكامل اكس اس نصف تجي هنا على كيفك تقول يساوي، بعد ما اجرى عمل التكامل، بعد انت ما تكتب علامة التكامل، تكتب اكس واحد زائد اثنين على اثنين، لانه احنا بالمحاضرة السابقة فهمناكم الاي على بي شلون تكامله. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اكس اس 3 على 2، فانا راح امسح هنا 1 زائد 2 اكتب 3 على 2، وفهمناكم قلنا هنا تكتب 2 على 3. دائما هذا المعامل هو مقلوب هذا المعامل، موجب نصف، انطي مجال شويه هنا، اصير اكس هو سالب نصف، من نضيف له 1 يصير عندي نصف، سالب نصف زائد واحد يعني راح يصير عندي هنا واحد على اثنين، هنا راح تقول لي اثنين على واحد زائد ثابت التكامل سي. شلون ترجع جذر؟ تقول هذا اثنين على ثلاثة، جذر اكس ثلاثة هنا تربيعي، هسه لو تشيل الجذر يصير ثلاثة على اثنين، فأنت إذا شفت ثلاثة على اثنين خلي لي هاي الثلاثة داخل على الاكس بالداخل، وهاي الاثنين اللي هي دليل الجذر. عندك هذه ويا الاثنين تروح، فاكس اس نصف هو جذر اكس زائد سي. احتمال بالامتحان الوزاري يجيك مو هيك، احتمال يجيك هالشكل 2 على 3 اكس جذر اكس زائد جذر اكس زائد سي. هسه راح اعلمك الجذر التربيعي لاكس تكعيب شلون يساوي اكس جذر اكس. شوف هذا بس توضيح للطالب خليه يفهمه زين. جذر التكعيبي، الجذر التربيعي لاكس تكعيب، الجذر التربيعي لاكس تكعيب شلون يساوي لاكس جذر اكس. انت الجذر الجذر التربيعي لاكس تكعيب هذا معناه اكس تربيع في اكس، الاكس تكعيب معناه اكس تربيع في اكس. هاي الاكس تربيع من تطلع برا الجذر ايش تطلع؟ تطلع عندك اكس جذر اكس، اللي هي اكس تربيع من تطلع برا الجذر يساوي اكس. اكو طلاب يقول لك زين استاذ انت الاكس تربيع ليش ما تخلي له مطلق؟ ما يحتاج مطلق، لانه الاكس هنا كمية موجبة، لو كمية سالبة كان ما تقدر تخلي اكس تكعيب، يعني انت
المجال مالتك هذا الجذر التربيعي دائما ياخذ قيم موجبة داخل الجذر. إذا الإكس تكعيب لازم تكون قيمة موجبة، فلهذا الإكس تربيع من الطلعة برا الجذر أنت ما يحتاج تخليه مطلق. هسه افتهم الطالب أنه الجذر التربيعي لإكس تكعيب هو إكس جذر إكس، أعرفها زين، حكينا لك قلنا هذا إكس تربيع في إكس، الإكس تربيع تطلع برا يصير إكس، والإكس الوحيدة هاي اللي بقت تبقى جوا الجذر.